يقول هل نعمل أو هل يعمل بالأثر الوارد عن الحسن البصري رحمه الله لا غيبة لفاسق؟ هذا حديث لا غيبة لفاسق، فيما أعلم أنه حديث. إذا كان في ذلك مصلحة راجحة بأن ينتهي، أو أن الناس يعرفونه ويحذرونه ولا يغترون به، فلا بأس بذلك، لأن المصلحة راجحة على مفسدة الغيبة. نعم.